الخامسة من التلفزيون المصري. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي هبة. أهلا بك عمرو، وأهلا بمشاهدينا الكرام. ونبدأ نشرة الخامسة بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان. رئيس الوزراء يوجه بإنهاء الاتفاقات الخاصة بطرح شركات قطاع الأعمال لتحقيق مستهدفات وثيقة ملكية الدولة. الأخبار بالتفصيل من القاهرة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، والذي سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة من الرئيس سلفا كير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول توت جلوك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الفريق أول توت جلوك سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه الرئيس سلفا كير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة، ومن ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى جوبا حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس سلفا كير ميرديت رئيس جنوب السودان حول الوضع في السودان. جاء ذلك عقب ختام زيارته إلى العاصمة التشادية جمينة، حيث سلم رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظا على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته. وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لإعادة المصريين والأجانب العالقين في السودان، وصلت سفينة حربية مصرية إلى ميناء سفاجة قادمة من ميناء بورت السودان، وعلى متنها أكثر من 400 شخص من المصريين والأجانب. هذا وتواصل السلطات المصرية عملية إجلاء العالقين المصريين وآخرين من جنسيات مختلفة. قام رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد مبنى مديرية الأمن، وذلك في إطار الاستعداد لتسليمه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة. كما تفقد وزارتي الإسكان والنقل بالحي الحكومي. نتابع. جولة لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، بدايتها تفقد لمبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية تمهيدا لتسليمه وبدء تشغيله. أنظمة متابعة وتحكم وكاميرات ترصد وتتابع جميع الأحداث المحيطة في العاصمة الإدارية. فالمبنى يتكون من دورين بدروم وطابق أرضي وسبعة طوابق متكررة ومباني أخرى ملحقة. وشاهد رئيس مجلس الوزراء ما تضمه إحدى القاعات من شاشات مخصصة لرصد ومراقبة مختلف المناطق بالعاصمة الإدارية، بالإضافة لتفقد مركز البيانات والمعلومات. ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة التنسيق وتذليل مختلف العقبات ليتم تسليم المبنى للتشغيل وفقا للجدول الزمني المعلن. ويأتي مبنى وزارة الإسكان ضمن جولة رئيس مجلس الوزراء ليستمع لشرح حول مكونات المبنى من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وما يضمه المبنى من قاعات للاجتماعات والمؤتمرات،
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النظام الإلكتروني المطبق لدخول وخروج الموظفين، وأجرى حوارا مع عدد منهم للإطمئنان على توافر التجهيزات اللازمة والتي تضمن أداء الأعمال على النحو المطلوب. وبالمقر الجديد لوزارة النقل اختتم رئيس مجلس الوزراء جولته بالعاصمة الإدارية. تجهيزات على أعلى مستوى سواء في قاعات الاجتماعات أو المؤتمرات، إضافة إلى تفقد المركز الطبي والعيادات المجهزة لاستقبال الحالات المرضية والطارئة للعاملين بالوزارة. وأشار الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال الجولة إلى أن مقر الوزارة يشمل أيضا الجهات الأخرى التابعة لها، وحرص رئيس مجلس الوزراء على الاطمئنان على سير العمل بمختلف قطاعات الوزارة من هيئات وشركات وقطاع التعاون الدولي والاستثمار والموارد البشرية. حمد العربي، التلفزيون المصري. وجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بطرح حصص بعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود أصمت لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. كما ناقش الاجتماع تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج إلى جانب أداء قطاع صناعة الدوائية والكيميائية. وخلال الاجتماع استعرض وزير قطاع الأعمال العام سبل الشراكة مع مجموعة هندوجا الهندية في مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل ركاب والتي تعمل بطاقة الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها. أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الحماية الاجتماعية والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة. جاء ذلك خلال لقائه وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. تناول اللقاء استعراض موقف برنامج تكافل وكرامة الحالي، وكذا تطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي حتى عام 2023. كما تم مناقشة سبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وكذا تطور موازنة الدعم النقدي حتى 2023. يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اليوم حفل توقيع إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من عام 2023 إلى عام 2027. وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالة الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات مصر والخطط الوطنية للتنمية المستدامة 2030. التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وزير دفاع جمهورية العراق ثابت محمد العباسي. تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة. نتابع. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد ثابت محمد سعيد العباسي وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين في العديد من المجالات. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية، مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية العراق عن تقديره لجهود مصر الداعمة في محيطها الإقليمي والدولي، متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقي والملحق العسكري لجمهورية العراق بالقاهرة.
بهدف العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق المصرية والمراكز العلاجية، بحثت شعبة المستلزمات الطبية خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المهمة لتذليل المعوقات كافة التي تواجه تلك الاستراتيجية، ومنها توفير المستلزمات بالسوق المصرية والدمغة الضريبية والباركود الخاص بالمستلزم الطبي للعمل على توفير تلك المستلزمات بشكل آمن. نتابع. في إطار العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل آمن للمواطنين بالمستشفيات والمراكز العلاجية أينما كانوا، عقدت شعبة المستلزمات الطبية اجتماع طارئ لبحث سبل تيسير العمل مع الجهات المختصة كافة لسرعة الإفراج الجمركي عن شحنات المستلزمات الطبية بالمواني وتوفيرها بالسوق المصري. بعتنا الرئيس الوزراء، ورئيس الوزراء عمل اجتماع مع البنك المركزي وأكد على خروج الأدوية والمستلزمات الطبية من كافة الحسابات. ليه؟ الأدوية والمستلزمات الطبية احنا بنستورد، مصر بتستورد 95 مليار دولار، منهم مليار دولار أدوية ومستلزمات طبية. احنا اول ناس بعتنا لهيئة الدواء قلنا لها ادي مقترحاتنا علشان نظبط مع بعض سوق الدواء وسوق المستلزمات الطبية. احنا كان الحقيقة سيادة الرئيس الحقيقة كان عندنا شوية تكدس في المطارات وفي المواني، هو ومعالي سيادة رئيس الوزراء كانوا فكلنا عن الحاجات ديت من فترة، لكن في الحقيقة دلوقتي في بعض المتعلقات يعني تخش لها مثلا حوالي 200 رسالة او 250 رسالة من بعض الشركات، في صدد ان احنا الاجتماع ان احنا نحاول باذن الله ان احنا نشوف لهم حل، نبعت حد البنك المركزي عن طريق هيئة الدواء، عن طريق هيئة الشراء الموحد، والحقيقة هيئة الشراء الموحد بتساعدنا كويس. كما تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة المعوقات التي تواجه تلك الصناعات الاستراتيجية المهمة كالدمغات الضريبية، والعمل على إيجاد أكثر من شركة لعمل الكيو آر كود للمستلزمات الطبية منعا للاحتكار. الباركود هيئة الدواء كان بتشرط ان احنا نحط باركود معين علشان يتم الاستيراد، والشراء الموحد نفس الحكاية، والضرائب نفس الحكاية. البروتوكول اللي اتعمل مع شركة واحدة بس في هيئة الدواء قالوا لا يا جماعة مفيش مشكلة، الشركة التانية لو استوفت الشروط فإحنا ما عندناش مانع، وفعلا الشركة التانية استوفت الشروط وقدمت خطاب رسمي للدكتور تامر عصام في هيئة الدواء بخصوص هذا الموضوع. فنتمنى ان هم يسرعوا في هذه العملية بحيث ان احنا ندخل شركة تانية، لان دي بتوفر على المريض المصري برضو، لان كل ده بكوست عالي جدا. انا لما اكون عضو في المهنة الطبية بدفع اشتراك، او لو انا دكتور بدفع دمغ على روشتة بتاعتي، لكن كتاجر مستلزمات طبية سواء انا خريج طب او خريج تجارة او خريج هندسة ليس من حق احد ان يفرض على فاتورتي دمغة طبية. تفعيل الاتصال الحكومي والاتصال الجماهيري ما بين الحكومة، وانه يتم معاملة القطاع الصحي بمعاملة روح القانون وليس معاملة، واحنا طبعا محترمين جدا قرارات الحكومة ومحترمين جدا ان هم عندهم الرؤية وعندهم الفكر الاستراتيجي وعندهم الحاجات اللي احنا مش عارفينها. محاور مهمة استعرضها اعضاء شعبة المستلزمات الطبية والتي تعمل على تيسير كافة الاجراءات لتوفير المستلزم الطبي بشكل امن للمواطن المصري. محمد حلمي، التلفزيون المصري. أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن استعداد مصر لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضى بأوزبكستان من خلال المستشفيات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة الصحة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة مع سفير أوزبكستان لدى مصر منصور بيك كليشيف لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي. وتم خلال اللقاء مناقشة استفادة الجانب الأوزبكستاني من التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي، فضلا عن التعاون في مجال مكافحة الأمراض الوبائية ووضع خطة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة خاصة في أمراض القلب في أوزبكستان، وذلك بمستشفيات مدينة شرم الشيخ. وخلال اللقاء وجه سفير أوزبكستان الشكر لوزير الصحة على تقديم الدعم لبلاده في التصدي لفيروس سي. شهدت السفيرة سوها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية. يهدف البروتوكول إلى إدماج الأطباء المصريين بالخارج في دعم جهد الدولة لتقديم خدمات صحية وطبية للمواطنين. بروتوكول
بروتوكول للتعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وإحدى مؤسسات المجتمع المدني تستهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين من خلال أطباء مصر بالخارج بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومراكب النجاة. الأطباء المصريين اللي هم بيعملوا في الخارج دايما عندهم إحساس بأن هم محتاجين يحسوا بأن هم بيعطوا لدولتهم زي ما دولتهم أعطت. مفيش طبيب مصري في الخارج بينسى أبدا بأن مصر ادته، وإن مصر يعني ما زال بها المزيد من المجالات اللي يقدر أنه هو يدي بيها ويمنح بيها المزيد من الحب والمزيد من الخدمات. المؤسسة الحقيقة تنوعها وشبكة علاقاتها بالأطباء المصريين في الخارج بتخلي ان هذه المؤسسة احدى المؤسسات اللي احنا بنعتبرها يعني جزء اصيل من العمل المشترك في مع وزارة الهجرة. حزمة من المشروعات الصحية والبرامج التوعوية الطبية بمحافظات الجمهورية كافة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج، أهم ما أكد عليه القائمون على تنفيذ البروتوكول. احنا عاملين دلوقتي منصة كبيرة بتجمع كل الأطباء من أول اسكندرية لأسوان، وابتدينا نتعرف على أطباء خارج مصر، وهم كمان كان عندهم حلم كبير ان هم يرجعوا في أوقات معينة ان هم يخدموا بلدهم اللي كبروا وتربوا وتعلموا بالمجان فيها. فلقينا صدى ده حلو جدا في البلاد المهجر، عشان كده ابتدينا نتعاون مع وزارة الهجرة عشان هي اللي هتقدر تسهل لنا ان الناس دي تقدر تقدم خدمة حقيقية بجودة عالية. إذن هو جسر من التواصل بين المصريين بالخارج والداخل ومؤسسات المجتمع المدني في خطوة لبناء الإنسان المصري من خلال خبرات عالمية لتصبح مصر بلا مرض ويتحول الحلم إلى واقع بالجمهورية الجديدة. التقى وزير قطاع الأعمال دكتور محمود عصمت أمانديب سيسينج رئيس إحدى الشركات الهندية الكبرى العاملة في مجال صناعة المركبات الكهربائية، وخلال الاجتماع تم بحث سبل الشراكة لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة. وفي هذا الإطار أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن مصر تمتلك سوقا محلية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المنتج، بالإضافة إلى ما تتمتع به من علاقات متميزة واتفاقيات تجارية مع محيطها الإقليمي تساعد على التصدير بأسعار تنافسية، وهو ما يتوافق مع التوجه المشترك لإقامة مركز صناعي متكامل لإنتاج المركبات الكهربائية في مصر كبوابة لإفريقيا. ألقى وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال جلسة بمجلس النواب البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024، كما ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هلا سعيد بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023-2024. نتابع. مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة يأتي في ظروف إقليمية ودولية استثنائية بكل المقاييس، هذا ما أكده وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب خلال عرض مشروع الموازنة، والتي وصفها بالطموحة والأكثر تحفيزا للنمو وتبلغ قيمة المصروفات فيها نحو 3 تريليونات جنيه. الوزير أكد ثقة الدولة في استعادة معدلات النمو الاقتصادي التي حققتها الأعوام الماضية مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع والخدمات وفرص العمل وخفض معدلات البطالة. وأوضح أن معدل العجز المتوقع في الموازنة الجديدة يبلغ 5.8%، وأن العجز الكلي المتوقع هو 4.6% من الناتج المحلي، مع استهداف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والحفاظ على الانضباط المالي واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول عام 2027. وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يوفر أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادي والأمان الاجتماعي مع إعادة ترتيب أولويات بنود الإنفاق العامة، حيث تم تخصيص نحو 128 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14 مليار للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين، و10 مليارات لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار لدعم تنمية الصادرات،
و202 مليار جنيه لصناديق المعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي، و31 مليار لبرامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. وأشار الوزير إلى أن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية. من جانبها استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتورة هالة السعيد أمام المجلس ملامح مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، حيث أشارت إلى استهداف الخطة زيادة الاستثمارات الزراعية بنحو 116 مليار جنيه مقارنة ب 68 مليار جنيه العام الماضي، بجانب استكمال تنفيذ مشروعات تأهيل وتبطين الترعة في إطار المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة، وكذلك مشروع منظومة الري الحقلي ليصل إجمالي المساحة الإضافية المغطاة بالري الحديث إلى 120 ألف فدان. وكشفت الوزير عن إدراج استثمارات قدرها 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 26.5% من إجمالي استثمارات الخطة، يساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 15%. رسائل عدة من الحكومة إلى الشعب المصري حملها مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، مفادها أن الدولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين. من مجلس النواب محمد شعبان، التلفزيون المصري. انطلقت بجامعة الفيوم فعاليات الملتقى التاسع للطالب والطالبة المثاليين والملتقى الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم بمشاركة 15 جامعة حكومية وخاصة. نتابع. للاحتفال بالطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية عقد بجامعة الفيوم فعاليات الملتقى القمة التاسع للطلاب المثاليين، كذلك الملتقى القمة الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، ملتقيات تعقد في إطار دعم الأنشطة الطلابية. ملتقى الطالب المثالي جاء للاحتفاء بالطلاب الذين تخطوا مراحل متعددة من لها جدارته. رئيس دولة مجلس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي.